صباح الخير متابعينا في المملكة العربية السعودية، جمعة مباركة نتمناها للجميع، ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم. حتى سود أجواء حارة، 39 درجة مئوية الملموسة، 35 رطوبة منخفضة، والرياح تكون شمالية شرقية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأ شمالا، سكاكا 23 إلى 10، عرعر 23 إلى 9، وتبوك 23 إلى 8 درجات مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 33 إلى 16، جدة 29 إلى 24، مكة المكرمة 34 إلى 21، والطائف 29 إلى 19 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، أبها زخات رعدية من الأمطار 27 إلى 15، الباحة 26 إلى 17، وجازان 34 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 39 إلى 20، حفر الباطن 33 إلى 18، والإحساء 42 إلى 24 درجة مئوية. أما بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض طقس حار 39 إلى 23، بريدة 35 إلى 18، وحائل 25 إلى 18 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.